تلبية لمطالب الشعب الليبي ولتصحيح مسار الثورة، وحرصا من الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب حماية للوطن والمواطن. هكذا كان الوعد قبل 4 سنوات، لكن الواقع اليوم يخبر بأمر آخر أدهى وأمر من إرهاب الظلاميين كما يراهم حفتر. لا أمان في كل ليبيا، هكذا يتبادر لذهن عامة الليبيين. فلماذا النحيب على بنغازي؟ ألأن الجيش قد فرض سيطرته عليها، أم لأن الحسد أعمى عيون الحاقدين؟ عندما اندلعت موجة الاغتيالات في بنغازي لم تكف ألسنة السائلين عن الأمن، أين يمكن إيجاده؟ ليجيب حفتر بكل جرأة: عندي لا أب لكم. يعلن باعتزاز وفخر وإدراك لخطورة المهمة، ووعي بثقل المسؤولية عن قبوله وتشرفه بالتفويض الشعبي الواضح والصريح الذي أصدره الشعب الليبي اليوم، أمرا لا يرد وقرارا لا يقبل سوى الطاعة والتنفيذ بمحاربة الإرهاب. لم يطل الزمان كثيرا حتى بدأت وعود حفتر تتحقق على أرض بنغازي، بعيونه أو بعيون مؤيديه لا فرق. فإن عم الدمار فليس الحجر أعز من أبناء الوطن، وإن تمزق النسيج الاجتماعي فليس للإرهابيين مكان في بنغازي وباقي ليبيا، وإن توالت الأزمات وطال أمد الحرب فليست أعمارنا بذات ذكر في عمر الوطن. ربما رأى أهل بنغازي الأمر كذلك في بدايته، لكن لا أحد يعلم حقيقة كيف يرونه الآن، ربما في قول الشاعر بعض عزاء لهؤلاء: لكنها الأيام تبدي للورى ما يستثير حفيظة العقلاء، دالت فلا فرعون خلد نفسه كلا ولا قارون في الأحياء. لكن المؤسسة العسكرية الحديدية، ولكن عندما انحرف عن المطال مثلما قلنا للقذافي كفى، وقلنا لإخوان المسلمين المفلسين كفى، وقلنا لداعش وخوافع كفى، أيضا لخليفة حسن وحشيته وبضانته ومعصيته الفاسدة والمفسدة كفى وكلا وكلا. انفرط العقد وخرجت الأمور عن نصابها وتوالت الانشقاقات في صف الكرامة، فلا الجيش أسس ولا الأمن حضر أو أحضر. مدنيون دخلوا سلك العسكرية، الفرق بينهم وبين المدنيين الأوائل أن هؤلاء أبناء حفتر صاحب الجيش كما يسمى تهكما، وأولئك أبناء بنغازي رقاد الرياح كما يسمون شعبية. كيف لبنغازي الآن أن تهنأ بعد أن أصبح الشرطي يستجدي رحمة المجرم، وسكان بهديمة يعيشون هذا الواقع ولا ينكرونه إلا إن كانوا جاحدين؟ وكيف للجيش أن يبنى والقائد أمريكي الجنسية، وأبناؤه أصحاب السمو وولاة العهد من بعده مدنيون ألبسوا ثوب العسكر؟ وكيف للديمقراطية التي غابت في 42 سنة وأتت على جثث شباب ليبيا أن تزدهر، والمنتخبون لخدمة الشعب استبدلوا بعسكريين لخدمة السلطان؟ انعكست المفاهيم أو بقيت سليمة، الأمر سيان، واقع أليم فرض على بنغازي ويراد بباقي البلاد واقع مثله. فلعل النجيب من اتعظ بغيره، وفي القصة عبرة وليست أي قصة، قصة حرب استمرت 4 سنوات لتخرج المدينة بحال أسوأ من ذي قبل. السؤال الذي على أهل بنغازي أن يجيبوا عليه الآن: هل سيكون طريق الخلاص أقل ثمنا من الطريق الذي أدخلوا أنفسهم فيه؟